في هذا العرض أريد أن أركز على تقنيات أكثر تستخدم لتحليل متعددات الحدود إلى عواملهم، وبالتحديد أريد أن أركز على المعادلات التربيعية التي لا يكون معاملها واحد. على سبيل المثال، إذا أردت أن أحلل 4x تربيع زائد 25x ناقص 21، كل شيء قد ركزنا عليه مؤخرا أو جميع المعادلات التربيعية التي قد ركزنا عليها مؤخرا كانت تحتوي إما على واحد أو ناقص واحد مكان هذه الأربعة، والآن لدينا هذه الأربعة. لذا ما سأعمله لكم هو تقنية تسمى التحليل إلى العوامل عن طريق التجميع، وهي تعتبر شاملة أكثر من ما قد تعلمناه من قبل، لكنها في نفس الوقت مخادعة ببراعة إلى حد ما. ستصبح قديمة عندما تتعلمون الصيغة التربيعية، لأن الصيغة التربيعية أبسط قليلا، لكن هكذا تجري الأمور. سوف أعلمكم التقنية، ومن ثم في نهاية العرض سوف أوضح لكم سبب نجاحها. إذن ما سنحتاج لفعله هنا هو أننا سنفكر في عددين A و B، بحيث يكون A ضرب B. إذن A ضرب B يساوي 4 ضرب ناقص 21، 4 ضرب ناقص 21 أي ما يساوي ناقص 84، وهذان العددان نفسهما أي A و B يجب أن يكون مجموعهما 25، إذن A زائد B تساوي 25. دعوني أكون واضحا، هذا 25 لذا يجب أن يكون مجموعهما 25، من هنا أتت الأربعة، لذا نذهب 4 ضرب ناقص 21 ذلك ناقص 21. إذن ما هما هذان العددان؟ حسنا، علينا أن ننظر إلى عوامل ناقص 84، ومرة أخرى واحد منهما سوف يكون موجب والآخر سيكون سالب، لأن حاصل ضربهما هو عدد سالب. لذا دعونا نفكر بالعوامل المختلفة التي ربما تنجح. الأربعة وناقص 21 يبدوان مثيران، لكن عندما تجمعهما تحصل على ناقص 17، أو إذا كان لدينا ناقص 4 و 21 سنحصل على موجب 17. لم ينجح هذا، دعونا نجرب مكونات أخرى. الواحد و 84 إنهما بعيدان جدا عن بعضهما عندما نأخذ الفرق بينهما، لأن هذا ما سنفعله. إذا كان واحد سالب والآخر موجب إنهما بعيدان جدا، ثم 2 و 42 مرة أخرى بعيدان عن بعضهما، ناقص 2 زائد 42 تساوي 40، بعيدان عن بعضهما. دعونا نرى الثلاثة، 84 تقسيم 3 8 تقسيم 3 تساوي 2، 2 ضرب 3 تساوي 6، 8 ناقص 6 تساوي 2، ننزل الأربعة يساوي 8 بالضبط. إذن 3 و 28، إن هذا يبدو مثيرا للاهتمام. 3 و 28، وتذكروا واحد منهم يجب أن يكون سالبا، فإذا كان لدينا ناقص 3 زائد 28 فإن هذا يساوي 25. الآن لقد أوجدنا العددان، لكنها لم تكن عملية بسيطة كما فعلنا عندما كان هذا واحد أو سالب واحد. ما سنفعله الآن هو أن نجزئ هذه العبارة،
سوف نجزئها إلى موجب 28x ناقص 3x. سوف نقوم بتجزيء هذه العبارة، وبالطبع لدينا ناقص 21 هنا، ولدينا 4x تربيع هنا. الآن ربما أنك ستقول كيف اخترت 28 كي تصل إلى هنا وناقص 3 لكي تنتقل إلى هنا، وفي الواقع أن هذا لا يهم. الطريقة التي فكرت بها هي أن 3 أو ناقص 3 و21 أو ناقص 21 يمتلكان نفس العوامل المشتركة، بالتحديد إنهما يمتلكان العامل المشترك 3، وثمانية وعشرين وأربعة يمتلكان نفس العوامل المشتركة. إذا قمت بتجميع 28 على جانب مع 4، وسوف ترى ماذا أعني بسرعة. إذا قمنا بتجميع هذه، بالتالي تصبح هذه العبارة 4x تربيع زائد 28x، إذن 4x تربيع زائد 28x، ثم هذا الجانب المكتوب باللون الوردي هنا هو ناقص 3x ناقص 21، إذا ناقص 3x ناقص 21. لقد اخترتهم مرة أخرى، لقد قمت بتجميع ناقص 3 مع ناقص 21 لأن كلاهما يقبلان القسمة على 3، وقمت بتجميع 28 مع 4 لأن كلاهما يقبلان القسمة على 4. والآن في كل من هذه المجموعات قمنا بالتحليل قدر المستطاع. إذن كل من هاتان العبارتان تقبلان القسمة على 4x. هذه العبارة تصبح 4x مضروبة في 4x تربيع تقسيم 4x تساوي x زائد 28x تقسيم 4x تساوي 7. إذن زائد 7. الآن هذه العبارة الثانية، وتذكروا أننا نقوم بتحليل كل شيء يمكن تحليله إلى عوامله. حسناً، كل من هذه العبارات تقبل القسمة على 3 أو ناقص 3، لذا نستخرج العامل ناقص 3 وتصبح العبارة x زائد 7. والآن ربما أنه سيظهر شيء ما أمامكم، لدينا x زائد 7 مضروبة في 4x زائد x زائد 7 مضروبة في ناقص 3. إذن يمكننا أن نستخرج العامل x زائد 7. ربما أن هذا ليس واضحا تماما، ربما أنك قد اعتدت على تحليل معادلة ذات حدين بأكملها، لكن يمكنك أن تعتبر أن هذا A، أو إذا كان لديك 4x A ناقص 3A فباستطاعتك أن تستخرج العامل المشترك A، وبإمكاني أن أترك هذه الإشارة السالبة. دعوني أمحو هذه الإشارة الموجبة من هنا. لأنها ناقص 3. إذن ماذا يمكن أن نفعل هنا؟ لدينا x زائد 7 مضروبة في 4x، ولدينا x زائد 7 مضروبة في ناقص 3. دعونا نستخرج العامل المشترك x زائد 7، فنحصل على x زائد 7 مضروبة في 4x ناقص 3. وبهذا قد قمنا بتحليل العبارة ثنائية الحدود التي لدينا. آسف، لقد حللنا المعادلة التربيعية باستخدام التجميع، وقمنا بتحليلها إلى عبارتان ثنائيتا الحدود. دعونا نقوم بحل مثال آخر عليه لأنه شامل أكثر، لكن عندما تتمكن منه سيصبح ممتعا.
لذا دعونا نفترض أننا نريد أن نحلل 6x تربيع زائد 7x زائد 1 بنفس الطريقة. سنجد a ضرب b والذي يساوي 1 ضرب 6، أي ما يساوي 6، ونجد a زائد b الذي يساوي 7. إن هذا مباشرا أكثر. ما هما؟ حسنا، الشيء الواضح هو 1 و6. 1 ضرب 6 تساوي 6، 1 زائد 6 تساوي 7. إذا لدينا a تساوي 1، أو دعوني ألا أضع إشارات أمامهم، إن الأعداد هي 1 و6. الآن سوف نجزئها إلى 1x و6x، لكننا سنقوم بتجميعها، إذن يقع على جانب شيء ما يشترك معه بنفس العامل. إذن سنحصل على 6x تربيع زائد 6x. وضعت الـ6x هنا لأن لديهما عامل مشترك، ومن ثم نحصل على 1x. 6x زائد 1x يساوي 7x، هذا كل ما في الأمر، يجب أن يكون مجموعهما 7، ومن ثم لدينا زائد 1 هنا. الآن في كل من هذه المجموعات يمكننا أن نحلل قدر المستطاع. إذن دعونا نستخرج العامل 6x من المجموعة الأولى. 6x مضروبة في 6x تربيع تقسيم 6x تساوي x، زائد 6x تقسيم 6x تساوي 1، ومن ثم المجموعة الثانية سوف نحصل على زائد هنا، لكن في هذه المجموعة الثانية لدينا x زائد 1، أو يمكننا أن نكتب 1 مضروبة في x زائد 1. بإمكانك أن تتخيل أنني قد استخرجت العامل 1. الآن لدي 6x مضروبة في x زائد 1، زائد 1 مضروبة في x زائد 1. حسناً، يمكننا أن نستخرج العامل x زائد 1، فإن هذا يساوي x زائد 1، x زائد 1 مضروبة في 6x زائد 1. إنني أجري خاصية التوزيع بشكل عكسي، لذا أتمنى أنكم لم تجدوا هذا الأمر سيئا للغاية. والآن سوف أوضح سبب نجاح هذا النظام السحري. دعوني أخذ مثالا. سوف أقوم باستخدام عبارات عامة. دعونا نفترض أن لدي AX زائد B مضروبة في CX. في الواقع إنني أخشى استخدام A و B، أعتقد أن هذا سيربككم، لأنني أستخدم A و B لن يكونوا نفس الشيء. دعوني أستخدم أحرفا مختلفة تماما. دعونا نفترض أن لدي FX زائد G مضروبة في HX زائد J. سوف أستخدم J بدلا من I. ستتعلم في المستقبل لماذا لا يفضل استخدام I كمتغير. كم يساوي؟ حسنا، سيكون FX ضرب HX، أي ما يساوي FHX تربيع، ثم FX ضرب J، إذن زائد FJX، ومن ثم سوف نحصل على G ضرب HX، إذن زائد GHX، ثم G ضرب J زائد G J.
أو إذا جمعنا العبارتان الموجودتان في الوسط سنحصل على FH مضروبة في X تربيع نجمع هاتان العبارتان زائد FJ زائد GH مضروبة في X زائد GJ. الآن ماذا فعلت هنا؟ حسنا، تذكروا أن في جمع هذه المسائل عندما يكون لدينا معامل غير الواحد أو سالب واحد نبحث عن عددان يكون مجموعهما مساويا لهذا وحاصل ضربهما يساوي حاصل ضرب هذا بهذا. حسنا، لدينا هنا عددان مجموعهما دعونا نفترض أن A تساوي FJ دعونا نفترض أن A تساوي FJ تلك هي A و B تساوي GH. إذن A زائد B تساوي ذلك المعامل الأوسط، A زائد B تساوي ذلك المعامل الأوسط. ثم ما هو حاصل A ضرب B؟ يساوي FJ ضرب GH. يمكننا أن نعيد ترتيب هذه العبارات، نقوم بضرب مجموعة من العبارات، إذن يمكن إعادة كتابتها كالتالي: F ضرب H ضرب G ضرب J. جميعها متساوية. حسنا، ما هو حاصل ضرب FH مضروبة في GJ؟ هذا يساوي FH ضرب GJ. حسنا، إن هذا مساويا للمعامل الأول ضرب الثابت. إذن A زائد B يساوي المعامل الأوسط و A ضرب B يساوي المعامل الأول ضرب الثابت. لهذا السبب يعتبر التحليل باستخدام التجميع ناجحا، أو كيف يكون باستطاعتنا أن نجد ما هي قيمة A و B. الآن سوف أنتهي بشيء مختلف، لكن حتى نتأكد من أن لدينا إدراكا جيدا للتحليل إلى العوامل، ما أرغب بفعله هو أن أعلمكم تحليل الأشياء إلى عواملها بشكل تام، وهو شيء إضافي كنت أود أن أحضر عرضا كاملا عنه، لكن أعتقد أنه ربما أن يكون إلى حد ما واضحا لكم. لذا دعونا نفترض أن لدينا، دعونا نأخذ مثالا جيدا هنا. لنفترض أن لدينا ناقص x تكعيب زائد 17 x تربيع ناقص 70 x. ستقول مباشرة إن هذه ليست معادلة تربيعية، لا أعلم كيف أحل شيء كهذا، إنها تحتوي على X تكعيب. وأول شيء يجب عليك أن تدركه هو أن كل عبارة هنا تقبل القسمة على X، لذا دعونا نستخرج X كعامل مشترك، أو بشكل أفضل دعونا نستخرج ناقص X. إذا قمت باستخراج ناقص X فإنها تصبح ناقص x مضروبة في ناقص x تكعيب تقسيم ناقص x تساوي x تربيع 17 x تربيع تقسيم ناقص x تساوي ناقص 17 x ناقص 70 x تقسيم ناقص x تساوي 70.
هو الآن لدينا شيء ربما يبدو مألوفا بعض الشيء. لدينا معادلة تربيعية نموذجية، المعامل فيها هو واحد، علينا فقط أن نجد عددان حاصل ضربهما هو 70 ومجموعهما يساوي 17. والأعداد التي ستخطر مباشرة في ذهني هي ناقص 10 وناقص 7. نأخذ حاصل ضربهما هو 70 ونجمعهم فيكون الناتج ناقص 17. إذن هذا الجزء سيكون x ناقص 10 مضروبة في x ناقص 7، وبالطبع لدينا ذلك الناقص x. الفكرة العامة هنا هي أن نرى إذا كان يوجد لدينا أي شيء يمكن تحليله إلى عوامله، وهذا يقودنا إلى شكل ربما أنك تدركه. أتمنى أنكم وجدتم هذا العرض مفيدا. أريد أن أكرر ما قد وضحته في بداية هذا العرض، أعتقد أنها خدعة جميلة أن أقول أن يكون باستطاعتكم أن تحللوا الأشياء التي تحتوي على المعامل واحد أو سالب واحد، لكن إلى حد ما سوف تجدون طرق أسرع للقيام بهذا بشكل خاص مع الصيغة التربيعية خلال وقت قصير.